باب من جذوع وثقيلة وزن، ولو وقع القاع يرجنها رجن. طبقة تعلم الحسن طبق الجفن، وقام يعصر عدوها بحيل. سقطت الزهرة عليها السلام مغشيا عليها، دخل القوم إلى الدار يا علي اخرج للبيعة. قام أمير المؤمنين وهو يرفع بصره إلى السماء، إلهي حتى ترضى، إلهي أنت أعلم بحالي، أنا صبرت كما أمرت، إلهي ساعدني على مصاب فاطمة، إلهي صبرني على مصاب فاطمة. يخرج علي إلى الدار ليرى الزهراء مغشيا عليها على الذرى، أخذ العباء عن منكبه غطى فاطمة. ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. ثم خرج مع القوم من الدار. الزهراء أفاقت من غشيتها، نظرت حولها. الزهراء ما تحس بآلام ضلع، ما تحس بشيء إلا علي. أين علي ابن أبي الطالب؟ نادت أيا فضة سنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. صاحت صوت يا فضة تعالي، صاحت صوت يا فضة تعالي، ومن الباب شوف الجرب حالي، انكسر ضلعي وقع محسن الغالي. وبعد صدري يا فضة انصاب بسمايار. تقلها يا فضة ويا يا يا خل زينب تجيني، يا فضة ويا خل زينب تجيني، تشوف حالي وتون الونين. والله تشوف حالي وتون الونين.